انا قلت ان النقاب خطر على المجتمع، انا ما قلتش انا رافض النقاب ولا اللي عايز يلبس نقاب، انما المجتمع حضرتك احنا قلت ان هو شفنا مش حرية شخصية. احنا بالظبط كده، لان احنا مرينا في فترات كتيره جدا في مصر النقاب كان فيها جزء من عمليات ارهابيه تمت في البلد، لان ما حدش شايف مين اللي وراه. الكمامة الواقية من الكورونا وغيرها من الأوبئة ارتكبت بالاختفاء خلفها آلاف الجرائم حول العالم بحسب صحيفة الاندبندنت ونقلا عن تقارير بوليسية. فلماذا لا يرقى فهم حسين فهمي إلى اعتبار الكمامة خطرا على المجتمع؟